السلام عليكم يا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دوزتوا عيدكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بكل المتمنيات. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم قطبان باللحم مشويين اولا بروشيت ديال اللحم، كيجيو صراحه لذاذ بزاف بزاف، يعني آلات تتبيله اللي ممكن تشرملي بها هاد القطبان فعلا كيستحقوا التجربه ديالكم، كيجيو لذاذ ومشرملين بآلات تتبيله وفتيين شهوه منهم. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو الاخير، وكيف ديما فرجه ممتعه. نحتاج للمكونات القطع ديال اللحم كيلو ولا نصف كيلو كتبقى حسب افراد الاسره، كنحتاج منه كميه مع واحد البصله كبيره اولا متوسطه، ما تكونش كاع كبيره اللي خديتها وشلطتها هنايا كيف كتلاحظوا. كنحتاج كذلك جوج معالق كبار ديال المعدنوس، ومن الاحسن ديروا المعدنوس ماشي القزبور، معلقه صغيره ديال المطارد او الخردل. كنحتاج ايضا هنا زيت المائده والخل، كنحتاج منهم معلقه كبيره من كل حاجه. بالنسبه للتوابل كنحتاج الملح عين يكون ميزانكم، الكمون، القليل من الابزار، القليل من القزبر المجفف، بابريكا او التحميره، والزنجبيل. هادو هما المكونات اللي كنحتاج. الان على بركه الله فالطريقه التحضير راها معروفه. غادي نضعوا اولا اللحم ديالنا كي قلت لكم مقطع قطع صغيره شويه، كنزيد عليه البصل، البصل شلطو قطع صغيره، ومن الاحسن تشلوه ما تحكوش، الا حكيتوه غتجيكم مره في القطبان. ثم نزيد هنايا المعدنوس مقطع مزيان، من الاحسن كي قلت لكم ديروا المعدنوس هو اللي كيجي مع القطبان احسن من القزبر. الان نضيف هنا التوابل، كنضيف التحميره او الفلفل الاحمر، ثم غنضيف سكنجبير والقليل من القزبر اليابس، القليل من الابزار كذلك، كنديروا شويه شويه من الحاجه ما كنكثروش، القليل كذلك من الكمون، الكمون كنديروا معلقه صغيره، ثم الملح حسب الذوق عينيكم ميزانكم. الان غادي نزيد معلقه كبيره من الزيت، اما زيت الزيتون او زيت نباتيه، ومعلقه كبيره من الخل. الخل الدور ديالو هو اللي كيفتت لينا هاد القطبان او اللحم. ضيفوا هنا معلقه صغيره من الخردل او لاموطر. الان غادي نخلط جيدا، ما تخلطوش بالمعلقه في هذه المرحله، ديروا يديكم بحالي وخلطوا مزيان مزيان بايديكم باش التوابل المكونات كلها اللي درنا تخلط وتجانس مع اللحم. ودلكوا مزيان هذا القطبان مع التوابل باش يجيكم قطبان بنانين ومنسمين وشهوه منهم. صافي تجانسوا المكونات على هذا الشكل. الان غادي نغطي عليهم بلاستيك غذائي وندخلهم الثلاجه ونخليهم اقل حاجه 3 سوايع هي القليله، ومن الاحسن تخليهم حتى ليله كامله باش يجيكم قطبان اللي هما بنانين البنه حاضره وكيجيو فتيين بحال الزبده. بعد ما خليتهم انا الوقت الكافي حتى تشربوا مزيان التوابل ولاو فتيين، الان غادي نبدا نعمر في القطبان ديالي. ومن الاحسن تستعملوا المسامر ديال القطبان يكونوا نوعيه جيده ديال اينوكس، ما كيتصداوش كيبقاو ديما مزيانين. ها نتوما شوفوا معايا كيفاش كنعمرهم بشكل اللي هو طولي، ما ديروهمش هكا بشكل مربع، لا هكا كما كندير انا دابا باش يجيوكم غزالين في المنظر وما يجيوش مدليين فاش كنطيبوهم ويتحرقوا في الفخر. الطريقه راها واضحه، كنعمر بشكل اللي هو طولي. كنستمر على نفس الطريقه حتى كنساليهم كاملين، ومن بعد غادي نطيبوهم مباشره ان شاء الله.
من بعد ما عمرتهم كاملين مباشره غادي نمشي نطيبهم. كيجي هذا هو شكلهم، ما كيجيش مدليين كما كتشوفوا، ديروهم بشكل اللي هو طولي. الان هنا عندي المجمر على هذا الشكل طولي، والجمر عندي دابا وضعتهم هنا في الشوايه، ومباشره غادي نبدا هنا نطيبهم فوق الفاخر او الجمر، ونتلاقاو نشوفوا شكلهم منين كيطيبوا. وكنقدموهم مع براد ديال اتاي بالصحه والراحه. شاركت معكم اليوم القطبان، جربوهم بطريقتي غادي يعجبوكم بزاف، حيت كيجيو لذاذ لذاذ بزاف وفتيين بحال الزبده، والنسمه اللي طالعه منهم ما نقولش ليكم لبنه ولا اروع. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، ديروا لايك للفيديو، البارطاج دائما للمساعده، وشكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى اللقاء.